سمعت انه في بالاورينت عيادات للاسنان، قالوا لي اني مجانيه وانا ما بقدر اروح على الخاص، يعني كون الاوضاع المعيشيه غاليه، فالتجأت للاورينت وعملت امس جلسه، واليوم كان عندي مراجعه، والحمد لله المعامله كثير كويسه من الدكاتره. معكم عادل عيان، احد مراجعين العيادات السنيه في مجمع اورينت، والحمد لله عم نتلقى العلاج بشكل مجاني. الحمد لله رب العالمين انه فتح المجمع واطباء ماهرين، حتى الدواء مجاني. نحن في قسم العيادات السنية في مجمع الأورينت الطبي في مدينة إدلب. القسم مجهز بعدة عيادات أسنان ومهيئ بأفضل كادر لاستقبال ما يفوق 80 مريض يومياً بأفضل المعالجات السنية. طبعاً القسم مجهز لاستقبال كافة المعالجات، من معالجة لوبية متعارف عليها بسحب العصب، من حشوات أملجام، من حشوات تجميلية، من قلع، بأفضل المواد لتقديم أفضل معالجة للمراجع. عمل العيادات بشكل يومي، ونعمل على استقبال المرضى بكافة الأعمار. يوجد عيادة مخصصة أيضاً لاستقبال المرضى النساء.